انعقدت ظهر الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة أشغال الدورة 61 بعد 100 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث ملفات وقضايا من بينها تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وفي كلمة له قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن الاحتلال يحاول إقناع العالم بأن الحرب ما هي إلا من أجل القضاء على حماس، إلا أنها حرب إبادة ضد شعب بأكمله وفق تعبيره، مضيفا بأن أدوات هذه الحرب هي المدافع والرصاص والتجويع المتعمد للسكان وفق خطة لقتل أكبر عدد من الناس في قطاع غزة والسعي إلى تهجير من يمكن تهجيرهم إلى خارجه. لقد حاول الاحتلال إقناع العالم بأنه يدير حربا على حماس وفق خطة لاجتثاثها، ولكن الحقيقة تكشفت بما لا يحتاج إلى بيان. هذه حرب إبادة كاملة ضد شعب بأكمله، أدواتها الرصاص والقنابل والتجويع. نعم، ما يجري في غزة منذ أسابيع وشهور هو تجويع متعمد للسكان وفق خطة لإشاعة الفوضى الكاملة في القطاع وضرب كافة مظاهر النظام المدني فيه وقتل أكبر عدد من الناس والسعي في النهاية إلى تهجير من يمكن تهجيرهم إلى خارج القطاع.